السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة يونيفرس كويزين تاع أم أنس. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. راني هنا حبيت نوري لكم فقط السنيوة اللي وجدتها الغدوة إن شاء الله نستقهوى بها. راني درت شوية مقروط هنا، نقاش، بنيون، الكروكي مع لي بول دو نيج تاع لانوات كوكو. نقولكم هاب الحلو ان شاء الله، ايامكم يكونوا حلوين ان شاء الله، تفائلوا خيرا تجدوه ان شاء الله. يفو اتر بوزيتيف دون لا في باش اجاك فوا تصرا لنا حاجه مليحه ان شاء الله. ما نخموش نيجاتيفمون باسكو لي نيجاتيف يجيب اوتوماتيكمون لو نيجاتيف. نقولكم تفائلوا خيرا في هذه الايام المباركه، ان شاء الله ربي يرفع علينا هاب البلا. Malgré on a perdu des êtres chers avec le Covid, نقول برك لله ما أعطى ولله ما أخذ. هذه سنة الحياة، يعني ربي يرحمكم بكامل موتانا ويشفي مرضانا يا رب العالمين إن شاء الله. حذروا أرواحكم، ما تخرجوش بزاف، ما تلاقوش بعائلتكم، لأن العائلة يعني ما أعز ما عندنا في هذا الدنيا. الواحد ما يديلهمش المرض، لازم يحافظ على عائلته وحبابه وصحابه. سي بور سا كل واحد لازم يحكم داره إن شاء الله. مالغري العيد الواحد يحب يزور فاميلته وحبابه كامل بالصحة. هذه هي سنة الحياة، لازم واحد يحاذر على روحه وعلى فاميلتو تاني. ونقول لكم نصيحة مني، اللي مريض يقعد في دارو ما يديش الوباء الاخرين، لانه كاين اللي ما يسيبورتيش، سواء كان جون ان فيو ان انفون نيمبورت كي. يعني الاجل في يد الله، كيف يقولوا غير لي فيو اللي يموتوا بالكورونا هو لا لا توتاج بو مورير دو كوفيد. سي بور سولا يعني نقول لكم كل واحد ياخذ حذره وما يديش هذا المرض لفاميلته وصحابه وجيرانه كامل، لان الروح عزيزه بزاف. حافظوا عليها. من هذا المنبر نقول لكم عيدكم مبروك، كل عام وانتم بالف خير ان شاء الله. ينعاد علينا بالصحه والعافيه ان شاء الله، كل ايامنا ان شاء الله تكون مباركه، ويبعد علينا هذا الوباء يا رب العالمين. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله غدوة يكون العيد، نقولكم عيد مبارك لكل أمة المسلمة. أتهلاو في رواحكم، ما تنساوش تحافظوا على رواحكم وعلى أولادكم وعلى فاميلتكم كامل. il faut se protéger. كي تخرجوا فقط للضرورة، وديروا لي ماسك، ولا ما عندكمش الضرورة استلزموا بيوتكم، افضل منكم افضل لكم كيف يقولوا. هكا مالغري انا ما رانيش في الجزائر، بصح ننصحكم pour moi j'ai fait le vaccin بصح je prends mes précautions toujours. نقولكم نتوما كي واحد مريض بالكوفيد لازم يستنى حتى كيبرا 100% يروح يدير لو فاكسان، باسكو لو فاكسان يل بروتيج مالغري. يعني اون بو اتخابي لو كوفيد ميم سي درنا لو فاكسان، مي كيف يقولوا يل نو بروتيج يعني دو مور، يعني كيف يقولوا الاقدار والموت، يعني كلشي بيد الله، ما على بالناش حنا غير نهضروا. بصح المينيميز يعني لي ديغا كي يدير واحد لو فاكسان. سي بور سولا جو فو كونساي يعني ديروا لو فاكسان بور بروتيجي رواحكم. انا درتو، سني با زان فاكسان كي فاسيل، مي بصح الحمد لله يعني يعني عي شويه لو فاكسان هذاك، مي بصح سي لومينيتي كي في لا ديفونس. سي بور سا كي شغل دخل لك ان فيروس الكور تاعك، لازم لو كور يكومبات لو فيروس. سي بور سولا واحد يعيا شويه، مي سا ديبون. كاين كي
eu des réactions, يعني كما انا لو برومي فاكسان عياني، دوزيام فاكسان عياني غير شويه، مي بصح il m'a causé une allergie réaction، مي بصح سي بارتي، يعني راحت لي دون 2 à 3 jours l'allergie هذيك. الحمد لله على كل حال، بصح واحد il vaut mieux qu'il protège بالفاكسان روحو كو il meurt. هذه هي النصيحة تاعي، نقولكم اتهلاو في روحتكم، ما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو مي فيديو لو ماكسيموم باش يوصلكم الجديد. نقولكم مع السلامة الى الحلقة القادمة بإذن الله، الى اللقاء.